الآن لنشاهد كيف تحدث آيات القرآن الكريم عن الإنسان، حتى نعطي صورة عن كيف كان نظرة العلاقة بين الآلهة والإنسان، والعلاقة بين الأنبياء ورجال الدين عموما والإنسان الفرد أو ما يسمى حاليا بالمواطن الذي لم يتحقق تتحقق أي شرط من شروطه في واقعنا لحد هاي اللحظة. لماذا؟ لسبب أنه هاي النظرة القديمة التي ما زالت تسلط على هذا الإنسان. أكرر، أنا أقرأ قراءة الخاصة وفقا للمنهج التاريخي الأنثروبولوجي وليس وفق المنهج الديني، إنما أنا الآن مازل إيماني وحالي ومالي وكل وضعي كإنسان يختلف. الآن أنا باحث عن المعرفة وحاول أن أفهم ما جرى عبر التاريخ وأفهم الخطاب الديني، كيف يفكر رجل الدين وكيف تفكر الأديان وما هي غاياتها وأهدافها. أكرر، الذي لا يعني هذه الأمور فليخرج مشكورا من هذا المكان، فلسنا بحاجة له، نحن بحاجة لأن نتقدم ولا أن نكرر. هنا هذه في هذه الآيات سنجد: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. معنى أنه يعني واضح أنه أكو نوع من الذم لهذا الإنسان، وفعلا الإنسان يستحق هذا الشيء في ذلك الزمان لأنه يائس وكفور وبحاجة دائما إلى المال إلى الغذاء إلى ما عنده، يعني إنسان هو كائن حي، فكان صعب السيطرة عليه، وهذا مفهوم الأمر. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور، إلا الذين صبروا وعملوا صالحات. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. وهكذا خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. طبعا الإنسان دائما كائن عجل، وطبعا هو كائن حي، وهذا واحدة من يعني مواصفات الإنسان الطبيعية. كلمة إنسان لازم نفهمها، أكو دائما يتلعبون رجال الدين في هذه المسألة المعاصرين، أقصد الإنسان هي تأتي من الإنس الذي يرى من بعيد الشيء، كلمة الإنس هذه واحدة من معانيها اللغوية. والآن حتى ما أختصر وقت، حتى ما أكو داعي أراجع القواميس، ممكن أنتم تراجعون بأنفسكم معنى كلمة الإنسان، مو معنى مفهوم الإنسان، هناك شيء يختلف. مفهوم الإنسان يختلف عن مفهوم الإنسان المعاصر. الإنسان بالمعنى الديني يختلف، هو الإنسان وهناك الجان والإنسان، الإنس والجن، هناك كائنان بالنسبة للخطاب القرآني. الروم: من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، إن الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يعني هو تطوع بالأمر وكان لا يدرك هذا، جاهل، يعني هو تورط هو تورط بهذا الحمل الكبير، بينما السماوات والأرض والجبال كانت مدركة لخطورة الأمر. لكن هذا يعني هي الفكرة العامة، أكو أكيد أكو تأويلات أخرى كثيرة، لكن أنا أخذ الشكل العام الخارجي السياق العام للآية وأفهمها على أنه هي ذنب الإنسان، ذنب واضح وصريح. وهذا يؤكد الجملة الأولى لهذا الفيديو اللي قلت بأن الإنسان لا يؤمن، أن الرحمن لا يؤمن بالإنسان ولا يثق به ويعتبره عجول ويعني متبرم ومتطلب وهو ظلوم وهو جهول. وأيضا إذا مس الإنسان، هنا شوف الثانية، وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه. طبعا هذا طبيعي أنه تتخذ اللي يسري له وبعد ذلك دير وجهك وتنينتي الموضوع. قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. هنا تتضح العلاقة بين الرحمن القديم، المعنى القديم ومعنى الرحمة، والإنسان الفرد، هذا الإنسان الذي عليه دائما أن يكون مطيع وأن لا يطيع شهواته ونزواته. لهذا السبب عندما يتحدثون عن الحرية، الآن يقول الإنسان من حقه أن يمارس حريته وحرية التعبير وحرية القول والفعل. واحدة من أجوبة الذكر واحد من شيوخ السلفية، أعتقد بن باز أو بن عثيمين، واحد منهم أكو تسجيل صوتي، قال لا، وإحنا ما بالعكس الإنسان شنو حريته، إحنا بالعكس الإنسان إحنا
الإنسان ما نستعبد الإنسان، الله لا يطالب بعبودية الإنسان، إنما بالعكس الله يطالب بأن يتحرر الإنسان من عبوديته لنفسه ولغرائزه ولحاجاته ولنزواته. نحن بالعكس إحنا نخلصه من عبودية الجسد ومطالبها وغرائزها الشهوانية ونحضره باتجاه الله. يعني هي تأويل بلعب واضح صحيح. عبودية الجسد ذاك الزمان الإنسان كان شهواته لها الأولوية، لأنه يعني يأكل اليوم أسبوع ما يحصل شيء يأكله، خاصة بالجزيرة العربية يعني حصل عليهم الكاسة ماي، الماء أنتم ترف لا أول له، يعني الماء بالنسبة لأنه يحصل يعني شربة ماي بالنسبة لإنجاز، شربة ماي نظيفة وطيبة وبها رائحة منتنة، فهذا بالنسبة شهواته الأولية يعني مسألة طبيعية بيولوجية يعني لا يمكن السيطرة عليه. لكن الآن أمر اختلف، هذه الفكرة الأساسية. على كل حال يعني وإن مس الظرف يؤوس القنوط، وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصر. يعني أنتم كلكم أنه أنتم ما لكم، أنا لا أؤمن بكم، أنتم لكم قيمة فقط عندما تطيعونني، ولا حتى ما ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. هذا كل هذا أقرب إليه، يعني أنت مراقب إياك أحذر، أنت مراقب دائما، وهناك اثنان عن اليمين وعن الشمال قعيد وما وهكذا. الفكرة الآن وصلت أعتقد للجميع، وأنا حتى أختم الفيديو وهي آخرها، أنه لقد خلقنا إنسانا في كبد ونفس ما سواها فألهمها فجورها وتقواها، لقد خلقنا إنسانا في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. أن الإنسان لربه لكنود وأنه على ذلك لشهيد، وأنه لحب الخير لشديد. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. والآن من يقرأ كما قلت في تمعن كلام الله في الكتب المقدسة يدرك جيدا إيمان هذا الإله بعدم إيمان الإنسان به، أو عدم قدرة هذا الإنسان على الإيمان بهذا الإله وطاعته الطاعة الكاملة ومعرفة الله بهذه الحقيقة. والسؤال، ما قيمة هذا الإيمان إن كان من تؤمن به لا يؤمن بك؟ وتحدثنا عن هذا الموضوع. فالسؤال الآخر أو التعقيب الآخر، أنه أنت لماذا هذا الإله دائما ومن يتحدث باسمه لا يؤمن بهؤلاء الناس إلا بشروطهم، أي أنهم لا ينصتون لهؤلاء الناس، إنما هؤلاء الناس وكل فرد عليه فقط أن يطيع وأن يمتثل ويذعن، وهذا تعريف الدين بالمناسبة أيضا. لكن لماذا لا حق له بالنقاش؟ تلاحظون عندما تذهبون إلى أي مسجد أو أي مكان مقدس، كنيسة وما إلى ذلك، تجد ترى المنبر على مستوى أعلى من مستوى الناس، والناس جميعا يجلسون ولا يحق لهم الكلام، إنما يحق لهم فقط الاستماع وتنفيذ ما يستمعون. ومن لا يحضر في الجامع أو في الصلاة هذا يعتبر شخص خارج على الملة، وهنالك يعني هنالك فتاوى بقتل من لا يصلي أو لا يصوم ولا يؤدي الفرائض، وبعضهم لا يستتابون. الخلاف فقط كان يعني عند الشيعة والسنة إنه الذي لا يصلي يقتل ويعتبر من المرتدين، وبعض الفقهاء تشددوا وقالوا لا يستتاب يعني يقتل مباشرة. هذا نوع من التشدد بهذا الأمر، وهي قراءة دينية خاصة برجال الدين. وتطرقت هذا الموضوع أن هؤلاء لا يفرقون بين أنفسهم والنبي، أنه يعتبرون نفسهم أنبياء أو ورثة النبي وليس مجرد رجال دين عاديين، رغم كما نعرف أنه رجال يعني مهنة رجال الدين غير موجودة بالإسلام، لكنهم يعني تلاعبوا بالموضوع واستمروا حتى هاي اللحظة. عموما السؤال الآن، لماذا أنا، ما الذي يجبرني الآن على أن أؤمن بمن لا يؤمن بي؟ الآن الحال تغير ونعم بالله، لكن هذا الإله الذي يتحدثون عنه يجب أن نعيد قراءة هذا النص بحيث نجد فيه بالتأكيد، أنا واثق أنه راح نجد به إله يستجيب إلى حاجات الإنسان، ويصير نوع من الحوار المفتوح بين الإله وبين الإنسان، وتلبية يعني أكو مودة ورحمة فيما بين الطرفين، وأكو تفاهم وأكو تسامح. يعني التسامح مو بالضرورة مع الأديان الأخرى، احنا نريد تسامح بين العابد وربه، هذا التسامح ما موجود. اللي الصورة اللي وصلونا إياها رجال الدين عن هذا الدين أو عن أي دين، دائما صورة متزمتة خشنة جافة متطلبة غير راضية، لا تؤمن بالإنسان، تقرعه، تتهمه، تخيفه، ترعبه، تجعله لا ينام الليل، خاصة الأطفال بمشاهد القتل والذبح والتعذيب في الآخرة. هذه كلها هاي الصورة ما يحتاج الآن، اللي يحتاج كما نعرف أنه كثير من الناس يدعون إلى التسامح بين الأديان والأتباع الأديان المختلفة، وبالحقيقة إحنا نحتاج ما هو أكثر من هذا بكثير. نحتاج أن يكون هناك تسامح
بين الله وبين الإنسان. صحيح أكو هناك استغفار كما يقال، لكن هذا الاستغفار يتم بطريقة ليس بالطريقة الصحيحة، أن الله يغفر كل الذنوب على الإشراك به. معناتها أنه أنت افعل ما تشاء، هاي من العكس، هاي يعني تعمل على أن تزيد شر الإنسان شرا، لأنه يتحول شره بدلا من أن يكون يكسر عصا الطاعة مع الإله ومع عصا الطاعة لرجال الدين ولرجال الحكم، راح يعيش المجتمع بأكمل في حالة شر وحالة فوضى، وكل واحد يسطو على الآخر وينهب وينافق على الآخر، ويتحول المجتمع بأكمل إلى مجتمع يأكل بعضه بعضا، لكن كلهم في الوقت نفسه يقدمون الولاء والطاعة لرجال الدين ولله نفسه. معنى المعاني، فاز رجال الدين بما يشاءون، ورب العالمين فاز، أو رب هذا الدين الإسلام أو غير الإسلام فاز بما يريد، فالإنسان فليفعل ما يفعل. هذا الأمر مو صحيح، يعني بالضبط هو هاي الفكرة القديمة، القرون الوسطى والقرون يعني عهود القديمة، كان مطلوب فقط طاعة للناس، وفليفعلوا فيما بينهم ما يفعلون، وإذا صارت مشاكل كثيرة فإن اختلفت الطائفتان من المؤمنين فأصلحوا بينهما. ما دام أنت ما خسران شيء، تصير واسطة وتصير صاحب سلطة وقرار بين الطرفين وأنت ما خسران شيء. لكن عندما تجي يمك لا، الطاعة أولى، وأنه يعني طاعة الله ورسوله، وأن الله اشترى أموال منكم. يعني هي هذه الفكرة الأساسية اللي تخلينا نفهم ما هو الدين وما هو حاجات الدين وما هي وظائف الدين. أختم أقول الإنسان في النهاية، الإنسان هو المعجزة وليس الإله. الإنسان هذا اللي استطاع أن يخترق هاي العصور آلاف عشرات الآلاف من السنين، ويتمكن من تحقيق كل هاي المنجزات ويفهم العالم اللي حوله. الإنسان بالتالي هو المعجزة وليس الإله، الإله الذي ورثناه وليس الإله بالمعنى الشامل الكوني. أنا أقصد هو إحنا المعجزة. الآن حان وقت أن يقول إنسان ويقف وسط العالم ويقول أنا حققت ذاتي، وأنا أثبتت بأنني أنا المعجزة، وأنا الذي أستطيع أن أمد عمر هاي المعجزة وأحقق ما أشاء. والآن العلم على وشك أن ينهي قضية الموت. الموت طلعت يعني مسألة ممكن تجاوزها، مسألة بيولوجية لا أكثر، ليست مسألة يعني أوامر قدرية بالموت. لا، الآن العلماء على وشك يعني خلال عقود قريبة أعتقد ممكن واحد يتابع هذا الموضوع على النت، يسوي سيرش ويشوف، ماكو داعي أنا أذكر له، أنه الموت هو تقريبا الآن ليس أكثر من خلل بيولوجي، خلل داخل منظوم ميكانيزم عمل الجسد. عملية إنهاء موضوع الموت لم تعد مسألة يعني مستحيلة، بالعكس، وكما قلت ممكن تتابعون. الإنسان بالتالي هو المعجزة، هذا المعجزة اللي استطاعت أن تكتشف كل هذا، أن تخترق الفضاء، تعرف ما هو العالم، ما هو الكون، ما هي الأشياء، تعرف كيف تصنع دواء، كيف يعالج الناس بعضهم. هذا خلينا نكون متفائلين وواثقين بأن مستقبل الإنسان أعظم بكثير من ماضيه، وأن تمسكنا بهذا الماضي وتقاليده وعاداته لم يعد أمرا جديرا بهذا الإنسان. يعني نبخس حق كل إنسان أن نخليه يتبع تعاليم قديمة وفات زمانها وأوانها، وكانت وليدة ظروفها وليدة حاجاتها. لابد أن نحترم الناس المتمسكين بهذه العادات، لكن هم لابد أن يحترمون المستقبل ويحترمون الإنسان، هذا الإنسان اللي يستطيع أن يطور نفسه ويتبع المناهج العلمية في التفكير والتحليل والعمل. وإذا كان عنده إيمان لا بأس، خليه يعني يحتفظ به، وما كده أنا مثلا أقول لك الأفكار القديمة ما عادت نافعة، يعني القوالب الجاهزة القديمة في الحكومة وفي إدارة شؤون الإنسان والسيطرة على واقع البشري ما عادت نافعة وصارت قديمة، وكل إحنا نعرفها الحقيقة بالمناسبة. لكن الفيديو الأخير اللي نشرته عن قضية سيد القمني ولماذا نحن نشتم ونسب، تحدثت عن الفضاء الطبيعي أو الحاضنة الطبيعية أو الحاضنة الإحيائية، فهذا هو سبب المشكلة. وأختم بموضوع واحد، أراويكم الصورة الأخيرة حتى تتوضح لكم كيف نتصرف ولماذا نحتاج على أشخاص مثلي يطلعون يقولون أنه الطريقة القديمة بالتفكير أصبحت نافلة ولا حاجة لها. راح أطلع لكم هذا المثال وأختم الموضوع. ترون الآن العلاقة بين الله أو إله الجماعة والعابدين لهذا الإله. هذا أمامكم السجن، هو نموذج للسجن. بالمركز هنالك مركز مراقبة
لا أحد يرى من هو داخل هذا السجل، لأن هناك فتحات غير، ولا يمكن أحد لأحد أن يصل إلى هذا المكان، لكن هنالك من يراقب الجميع، ومهما فعلوا مهما حاولوا، لأنه شكل دائري والكل مقيمين على محيط هذا المنارة أو المركز المراقبة الكبير. هذا المركز هو إله الجماعة، معنى المعالي، كل احنا نشعر بوجود هنالك من يراقبنا حتى واحنا نائمين واحنا صاحين، حتى مع انفسنا نشعر بوجود هذا المراقب، ولا نعرف من هو هذا المراقب ولم نره يوما، لكن هذا بالضبط هو احساسنا، احساس الانسان القديم وحتى المعاصر المتدين بوجود هذا الاله. هذا الاله لا علاقه له باله الكون، انما هو اله الجماعه، كل جماعه لها الهها الخاص واللي لها تسميتها الخاصه، ربما اي اسم، اسماء لا اول لها ولا اخر، اللي يسميه راع، اللي يسميه بعل، اللي يسميه هبل، اللي يسميه ايل، ايلو، الهيم، يهوى، كريست، اي شيء، يعني دارما، ملايين اسماء، طواطم، المهم هذا هو طوطم او اي شيء، او صنم، اعتبر هذه المناره هي صنم داخل هذا الاله الذي يسيطر على الجميع. هنا نشاهد بانه هو احنا كل انسان يشعر بانه مراقب. لماذا؟ لانه هو جزء من طبيعه الانسان ان يكون منتمي الى جنس البشري، لا يمكن ان ننتمي الى جنس اخر، جنس الماشيه او جنس الديدان او جنس الطيور، احنا كائنات بشريه تعيش مع بعضها، بالتالي احنا مشاعرنا هنالك عوامل مشتركه لا تحصى فيما بيننا، وكل احنا بحاجه الى بعضنا، سواء حاجه جنسيه، حاجه تعاونيه، حاجه قطيعيه، حاجه ايمانيه، وهكذا حاجات كثيره تجمعنا مع بعضنا، حاجه لغويه، عندنا نظام طورنا كبشر، نظام من العلامات والرموز اللي نتبادل فيما بين هذا التعاون والتصرف. هنا هذا عندما نشاهد هذا المركز يبعث دائما مراقب، واحنا كلنا نشعر باننا مراقبون. هاي العمليه اللي مجرب داخل سجن، الكل دول الكل المراقبين دائما يقولون انه علينا ان نتبع تعليمات اله الجماعه. اله الجماعه لا احد يراه، لكن هو حضوره موجود، هو فعلا موجود، هذا تشوفونه امامكم، والكل يشعر بوجوده. يعني اله، انا دائما اقول اله هو حقيقي موجود، لكنه لا يمكن ان تمسكه وتثبت وجوده، لانه احنا في مجموعنا نشعر بوجوده، وهذا الاله اللي نؤمن به، وكل ما نشعر بوجوده كل ما نحاول ان يعني نلتزم اكثر بتعاليمه لكي نتماسك بما بيننا اكثر فاكثر. هذا الاله هو المراقب، هذا هنالك ينشأ فيما بيننا أناس خبراء في تعاليم هذا الإله، ويبدأون يبتكرون هذه التعاليم وينفذوها علينا، والكل اللي التعاليم، الرجال الذين نقدر نقول عنهم أوصياء، كهنة، رجال دين، أنبياء، حكماء، هؤلاء مع الزمن يصيرون حكماء كبار، وهؤلاء الناس يصير لهم صيت وسمعة، ويعني يصبحون هم أكثر الناس، الأغلبية تتبعهم، تتبع تعاليمهم، طبعا يطلعون أكثر من جهة، ويصير خلافات بعد ذلك على مراكز القوة على هذا الموضوع. المهم هذا نفترض هاي المنظومة أنه هنالك إله، هذا بالوسط هو شكل رمزي بالوسط، الشعاع اللي يرسل هذا يسيطر عليه، اللي كما تشوفوا لك شعاع يصدر، يعني عدسة مراقبة أو بروجيكتر، يعني راقب الجميع، والكل يشعر بأنه مراقب مهما فعلت مهما سويت، لأنه الحركة دائرية والنوافذ الفتحات هذه الإله التي يراقب بها الجميع في الوقت نفسه بدون أن تعرف هل هو يراقبك أم لا يراقبك، موضوع آخر. هو هنا تصير عملية المراقبة، هو هذا الإله الجماعة يسيطر عليه رجال الدين، رجال الدين هم اللي الآن يسيطرون عليك، يقول لك هو هذا الكلام صحيح، وعليك أن تطيع وتطبق كل ما التعاليم بدقة. هنا واحد مثلي يجي الآن، خلينا نفترض واحد مقيم في واحدة من هاي الغرف، وأنا أيضا مراقب، وأنتم تستمعون إلي الآن، ويعتبر تتمارسون عملية مراقبة علي أيضا الآن، فباعتبار أنا محسوب على الإسلام، فأنتم تعتبرون أن هذا برج المراقبة الإله الجماعة هو إله الجماعة الإسلامي، فأنت ستحاكمني وفقا لهذا الإله، وستراقبني لأنك تعرف بأن أي مخالفة لتعاليم الإله اللي نقلها أن رجل الدين تعتبر ردة وتعتبر عامل تهديد خطير جدا لسلام وأمان ووحدة وتماسك الجماعة. هذا الإحساس يتولد عند الجميع دائما، ويضطرون إلى أن يزايدون على هذا الموضوع وينافقون ويؤمنون، وأشكال مختلفة من التفاعلات. فدائما مثل واحد مثلي يعتبر عامل تهديد خطير جدا فيما بينهم، لأنه واقع تحت تأثير هذا السيستم ولا يستطيع الخروج من عنده، ولا يفكر، ولا بل لا يتصور وجود، إذا عندكم فكرة عن البارادايم
يعني هو هذا القالب الذهني النموذج الذي مرسوم في دماغه لا يتخيل العالم بشكل آخر، لا يتخيل وجود منظومة أخرى غير هاي المنظومة. أنا من الناس اللي طلعت يعني كأشباب الذين يخرجون من كهف أفلاطون ويرون العالم الخارجي أنه المنظومة هنالك منظومات أخرى مختلفة عن هاي المنظومة التي نعيش فيها. فبالتالي هنا أنت ستلاقي الأمرين، إن كنت لدي إن كانت لديك رغبة بأن تكون منفرد ولا تطيع إله الجماعة. لهذا بعدما نراجع الآيات القرآنية راح نلاحظ الإصرار والتكرار المستمر على مسألة واحدة، إنه طاعة طاعة طاعة، وإلا فهذا البناء أو هذا السيستم يخرب ويتدمر. لا بأس خلي يتعاركون بيناتهم لولا السكان هاي الغرف، كل واحد هو سجين نفسه بالمناسبة، لكن كل واحد يشعر بأنه سجين ومراقب، ينقل يعني سجن اللامرئي مع بين الجميع. لكن هنا هو شو يصير؟ يصير إنه خلينا نختلف أنا وياك كأفراد، لكن المهم إحنا ما نشرك بالله. تتكرر هاي العبارة دائما بالقرآن، لا تشرك، وإن زنيت، هاي الحديث مال أبو هريرة اللي تكرر 3 مرات، وإن زنيت وإن سرقت كل شيء مغفور لك إلا الإشراك بالله. وهذا كلام صحيح طبعا، صحيح، يعني لابد من الاعتراف إنه منطقيا عندما تفكر بذلك الزمان إنه جماعة افعل ما تشاء لكن إلا الإشراك بالله. الإشراك بالله معناته خيانة، هو هذا معناها، معناها المعاصر حتى الترجمة المقولة هذا معناه، معناته خيانة، خيانة للجماعة. لكن إشراك مشاكل تصير موجودة، المهم كل شيء يضحى به إلا الإشراك، معنى الخيانة للدولة، للجماعة، للقطيع، للحظيرة. وهذا عامل مدمر، وحصل مرارا، بس يصير عامل خيانة يتحول الدين، ينتقل إلى دين آخر ويأخذ شكل جديد. والآن أعتقد الصورة وضحت، وشكرا جزيلا، وأنا يعني حاضر لأي سؤال. مع السلامة. درب.